لنقاش ملف التطورات الحاصلة في كردستان ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم سيدي. تحياتي لك. بالتزامن مع تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني بتشكيل حكومة كردستان العراق بشكل منفرد إذا لم يغير سياساته، ما طبيعة السياسات المقصودة في هذه التصريحات؟ بداية، الخلافات نشأت بعد إصرار الديمقراطي الكردستاني على توزيع الحصص في الحكومة القادمة بناء على ما حققه كل حزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني يصر على أن يكون توزيع حصص في الحكومة بناء على اتفاق سياسي مع الديمقراطي الكردستاني، لأنه يعتبر نفسه حزب قوي موجود في منطقة السليمانية ولديه القوة العسكرية وأيضا لديه نفوذ والسيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي يستطيع أن لا يشارك في الحكومة القادمة ويعرقل. سيد شاهو القرداغي، تفضل. نعم تفضل. ويستخدم هذه الورقة لعرقلة تشكيل الحكومة إلى أن يتم استحصال اتفاقية جديدة مع الديمقراطي الكردستاني بعيدا عن حركة التغيير، وخاصة الآن الديمقراطي الكردستاني عقد اتفاقا مع حركة التغيير، وبالتالي حركة التغيير متوافقة مع السياسات الديمقراطية، ولكن الاتحاد الوطني لديه نفوذ في السليمانية ويستطيع أن يعرقل عمل أي حكومة إذا تشكلت بدون وجوده داخل هذه الحكومة. بالحديث عن النفوذ، إلى أي مدى تظن أن أحداث كركوك أثرت على هذه الأزمة بين الحزبين؟ بلا شك أن أحد العقد الرئيسية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى الآن هو موضوع كركوك، وأيضا الإصرار على وضع محافظ يكون تابع للاتحاد الوطني هو الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن حكومة الإقليم، وأنا أتوقع أن توزيع المناصب وتوزيع الحصص في حكومة الإقليم أمر سهل ويمكن الاتفاق عليه، ولكن الأمر الصعب هو اختيار شخصية مناسبة لمحافظة كركوك. الزعيم مسعود بارزاني رئيس الديمقراطي الكردستاني يرى أنه يجب أن يكون محافظ كركوك القادم لم يكن مشاركا في أحداث 16 من أكتوبر، ولكن الاتحاد الوطني يريدون أن ينصبوا شخصا هم يختاروه ولا يتدخل الديمقراطي الكردستاني فيه، وبالتالي يتمحور المشكلة بين الطرفان في موضوع محافظ كركوك بسبب أهمية هذه المحافظة لكل حزب من الحزبان الرئيسيين في إقليم كردستان. في ظل هذه الخلافات، كيف تتوقع أن يكون رد الاتحاد الوطني على هذه التهديدات؟ أنا أتوقع أنه الطرفان يعلمان أنه هناك خطورة وهناك عدم تقبل دولي للتوجه نحو تقسيم كردستان أو إعادة الإدارتين من جديد، وبالتالي من الممكن أن يتوصلا إلى حل، وخاصة في الاجتماع الأخير أعلنوا أن هناك تفاهم وهناك اقتراب لوجهات النظر، وأتوقع أن الديمقراطي الكردستاني في الأخير يجب أن يتنازل أيضا للاتحاد الوطني، لأنه لا يمكنه إدارة الإقليم بمفرده، لأنه حتى لو تشكلت الحكومة سوف تكون حكومة لا يمكن أن تتوسع سيطرتها ونفوذها إلى منطقة السليمانية، وبالتالي قد تفقد الشرعية الدولية والإقليمية التي لديها، وهذا ما يدفع الحزبان إلى الاتفاق والتنازل لبعضهما بعض. أعتقد بعد أعياد نوروز سيصلون إلى هذا الاتفاق. الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.